Schwindel. أحب أقدم شكر خاص للمنتسبين، وإذا حاب تدعمني وتنتسب القناة وتستفيد من ميزات الانتساب ما عليك إلا تدخل تضغط على الزر الأزرق الموجود تحت، أو إنك تدخل على أول رابط بالوصف وانتسب وانضم لعائلة ابن الجولان. هلا والله بالأساطير، رجعت لكم اليوم مقطع جديد عن لعبة مزرعة أسلايم. بداية حط لي لايك اشتراك فعل الجرس، وبرضو حط لي تعليق مشان نستمر معكم. برضو حاب اقول لكم شغلة، اللي حاب اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هاي لازالت 18 تحت 18 لحد يسولف او لحد يفوت على الوصف. في رابط للفيسبوك، ادخل عليه تلاقي ابوه يعني مبيعات للسكاير او الدخان الالكتروني، يعني اذا انك مهتم خش على الرابط وسوي له واحد من معارفي بالمنطقة ها. خلونا نبدأ على طول بلعبة مزرعة سلايم. مثل ما تشوفها، ما خليني اشوف المهمة هاي، جيب لي بنية هاي. اوكي، جوهرتين. اوكي خليها بعدين نص ساعة. اوكي تمام. وبرضو في عندي منطقة جديدة ها لازم افتحها. خلينا نجي لهنا. اوكي اتوقع انها هاي. تمام خلينا نفتح هاي ونشوف شو فيها. اوكي اوكي تمام، بها منطقة زيادة للسلايمات. اسف اوكي. اها في سلايم جديد هنا، سلايم جديد يا عيني عليك. تعال. لا مو جديد، افضع عرضه مو جديد. والله كيفت. اوكي شوفوا سلايم عادي. اوكي انا توقعت انه سلايم جديد وحركات. اوكي اتوقع ان جينا لها نحن. يوه بس هذه اختصار للمنطقة. اوكي تمام. فيها انا سلايم حلو. قلت ينطيني هذا، شو ينطيني هذا. اوكي شو ياكل؟ اتوقع ياكل دجاج هذا، اتوقع انه ياكل دجاج. اوكي تمام، هناك في صندوق معقولة. دقيقة خلنا نشوف إذا ياكل من التفاحة والرمان هذا. تمام خليني أروح أشوفه بس. أوكي ما ياكل. تاكل دجاج يا معود؟ خلنا نشوف إذا ياكل دجاج. أوكي أتوقع إني خابر هنا إنه في مواقع للدجاج. اوكي هذا عش. تعال اوكي، وين رحتي تعال اوكي جت. تمام هسه تفقع بوجهي هان. تمام جيب لي الدجاجة هاي، وبرضو خليني اشوف اذا ياكل فجل ولا لا. اوكي جيب لي الدجاج هذا. اوكي حلو، اربع دجاجات. جيب لي هذه. لا تعي. اوكي تمام، جيب لي الفجل هذا برضو. ظل دجاج هنا؟ ما اتوقع ظل في هذا. تمام دجاج تمام. اوكي خليني اشوفه هنا اذا ياكل الدجاج ولا لا. اوكي تمام، انطيها القفزة. اوكي تمام خلينا نجي لحلقه بالاول نشوف ما ياكل فجل. اوكي تمام، وين راح الديك. اوكي تمام، ياكل الدجاج هذا. حلو ياكل نوعين من الدجاج، ممتاز. خليني اجمع له دجاج يعني قدر الامكان، ومن ثم نعود الى هنا. في تشيك بوينت هناك، خليني بالاول خليني انا. اوكي معي كمية مية. تمام فجر. اوكي فجر يا شيخ. تمام طلع حدا هان هذا، تعال انت.
اوكي فجرنا شوية منهم. حلو حلو حلو. شوفي انا، تعاي تعاي تعاي، وين رحتي؟ تعاي يا ولي. سبون حلو، سبون دجاج. انا خليني افتح هذا شوف شو بها. هو المفروض اني ما فتحتها بس يلا. ياهو اوكي اوكي. لا حلوة حلوة حلوة، ثلاثة من هاي ممتاز. اوكي انا في دجاج، جيب لي اياها. اشرد اشرد اخوي عامر، اشرد اشرد اشرد. منطقة خطر انا. اوكي نروح على الجهة الثانية بلش يكون فيها انا مواقع. اوكي حلو، في دجاج. شلون بالله في دجاج؟ هان يمين يسار يسار يمين. اوكي هانا في ديك. اوكي في دجاجتين هانا. الحق 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 الحق، خليني اعبي مي. اوكي حلو تمام الامور طيبة. جيب لي الدجاج هذا. اوكي كلا الله يفضى عرضه. ما روح روح روح، وين في دجاج قولوا لي؟ انا فيه. اوكي هاي انا قلت ليش ودي لهان. تمام جيب لي هذولي. حلو صار معي اربعة، لازم افجره. خليني اجمع دجاج وارجع لكم. منطقة برضو جديدة لكن ما راح افتحها هسه، خليها بعد شوي لحتى استكشف المكان هذا وين يوديني، بعدين افتح المنطقة الجديدة. اوكي جيب لي الدجاج الموجود هنا. اوكي حلو، هسه هنا اتوقع انه من هنا نرجع المكان. اتوقع انه عندي دجاج هسه حاليا كافي اللي يفجر سلايم هذاك. اوكي اتوقع كان بالمكان هذا، خليني بزين مع شوية استمنة. اوكي هذا هو اتوقع انه مكان او اوكي هذا هو تمام تمام حلو. اول شي راح ننطيه هذي اللي كلاه هو. اوكي هذي ما اعرف اذا ياكلها. اوكي ياكلها حلو تمام. هاي اوكي ياكل ياكل جميع انواع الدجاج. حلو يعني هسه انطيته هذلاك. شو انطاني؟ اوكي شنطاني. جيب لي اياها، جيب لي هالسلايمات هذه تطيرها غاد تمام. اوه رجعني يا شيخ، ودي هذيك يعني. اوكي يا معود. اوكي اتوقع انه هنا مكان مناسب اكسر. في شيء؟ ما في شيء، ارجع اشوف هنا تمام. يا الله اوكي اوكي ما تزبط خلاص. حلو دجاجة برضو ما اعتاز الدجاج خلاص، خلينا نطعميهن. اوكي خليك عايشة هان. اوكي خلينا نستكشف المكان هذا اللي خلاني عليه، او خليني افتح المنطقة. اوكي 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 هذا نيهان بالجزيرة، ممتاز. شوف في سلايمات جديدة بعرضكم قولوا لي. اوكي رمان ما في اكل جديد تمام. سلايم الليلي ما في شيء جديد. نستكشف الجزيرة هذه. اوكي حاليا لحد هالساعة ما في شيء جديد، احتمال انه الاقي اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي هنرجع، رجعنا مكاننا. اوكي لازم اطلع فوق، عبي استامينا بس واطلع فوق يا شيخ. اوكي شوف القمر، والله اول مرة اشوف القمر هنا. شوف شكله اوكي، ما يطلع اكثر من هيك، ما يطلع اكثر من هيك يا شيخ. اوه هان هان. اوكي اوكي تمام، اقدر اطلع من الاتجاه هذا اروح لهناك. حلو في وحده زرقاء بس اتوقع ما اقدر افتح الزرقاء. اوكي عبي عبي استامينا وبعدين ارجع للمكان او طير للمكان هذاك. اوكي اوكي يلا ليتس جو. ممتاز ممتاز، طلعنا على القمه حاليا. ما اقدر افتحها لسه، ما اشتريت التطوير تبعيتها. اوكي حلو، في انا هني، في هني هن او شو اسمه هذا الزعيم او بوس. حلو شو ياكل هذا؟ ياكل دجاج، ياكل كل شيء هذا اتوقع.
اوكي يلا ودي مفتاح برضك مفتاح. حلو حلو تفجر ممتاز ممتاز. هو مفتاح مفتاح يا عيني عليك قسم بالله انه اسطوري هذا. تمام شوفي هنا كلهم ما ودي شيء الا اذا في يعني هاي زينة هاي زينة اتوقع انها زينة ما تلزمني ابدا. اوكي حلو فجرنا بوسين هسا ممتاز. شوفي هنا في هذا الغثيث وين راح. اوكي خلاص يلا سلم على خوالك يا مدير. اوكي هو سلم على خواله اساسا. تمام اتوقع انه الجزيرة هاي تعال تعال يا شيخ تعال. اوكي نرجع لمكان هذاك ونرجع نفتح المكان الجديد. اوكي يلا ليتس جو. اتوقع انه كان بالمكان هذا اتوقع. اوكي قربنا هاي ال اوكي وين التليبورت. هاي التليبورت حلو يلا ليتس جو ليتس جو. يلا افتح المكان الجديد. تمام اوكي هنروح على المكان الجديد حاليا واحاول اني افتحه ان شاء الله اقدر افتحه. لا ما اقدر افتحه. اوكي اوكي معي فلوس معي 11000 هذا شيء اسطوري اتوقع. اوكي حلو ما اتوقع لا شيء اسطوري. يلا يلا ليتس جو ليتس جو. وين المكان اللي لازم نفتحه اللي هو بالمكان هذا. تمام وينه هان. اوكي هاي يلا ليتس جو. حلو مكانين فتحنا ورحنا على الجزيرة وفيها شلال. اوكي زدت هذه جيب لي هاي. اوكي شو اعتاز من هاللعبة هاي او ويش. بس هذه هيك مكان يعني دقيقة خلنا نشوف على الخارطة وين اني مكاني. اوكي طب شو الفايدة منه هذا المكان قلولي. ماني شايف غير رصين احجار هانا و اوكي ما في فايدة منه اتوقع انه ما في فايدة منه. ما راح افهم شيء بس يعني ليش ليش خلتوني افتحها. تمام هاي ليش خلتوني افتحها الجزيرة هذيك. اخي والله حرام عليهم خلوني افتحها على الفاضي. اوكي اوكي ما اتوقع انه بها شيء مهم غير انه هاي هاي المفروض انه مستقبلا افتحها. في شيء فوق اقدر اطلع فوق دقيقة. اوكي اوكي حلو فوق في شيء بعد. تمام بعرضكم قولوا لي اذا في شيء قولوا لي. ما في شيء اتوقع خلاص. اوكي يعني ما اتوقع انه تمام خلاص. يلا يلا خلينا نغير مكانه ونشوف شو نقدر. اوكي هسا لازم نروح على المكان هذا شايفينه. لازم اروح عليه اسف. اروح عليه واخذ اللي حطيته نان في الحلقه الماضيه اللي تذكر الحلقه الماضيه اتوقع انه يعرف اللي حطيناه نان. يلا خلينا نرجع. اوكي وصلنا حاليا خليني اشوف اول واحده شو طلعت. تمام تمام طلعت لي. اوكي تشتغل مرتين هاي حلو حلو حلو. يلا وانت بعد. اوكي حلو هاي مره واحده ممتاز ممتاز ممتاز. اتوقع انه لازمني مشوارين. تمام حلو هاي مره واحده برضو. اوكي عندي شويه موارد حلوه اتوقع انه في واحده هان. اوكي هان طلعت لي شيء جديد. اوكي
تمام. ايش يوقع حانا؟ لا. اللهم صل على محمد. خليني اشوف هذه بس، شوف قديش ظلت، ظلت واحدة بس. اتوقع اني لازم ارجع البيت مشان ارجع اخذ هذولي. تمام. خليني انزل هاي بالاول. تمام، واخذ هذه. حلو حلو. ارجع البيت ومن ثم احطهم بالمستودع وارجع اخذ هذولي. اوكي، وصلت على المصنع حاليا. خليني احط الموارد هاي مو، ومن ثم نعود. اوكي حلو، الموارد كلها تلزمنا بالمصنع عشان نصنع الاشياء هذه اذا شايفينها. وبرضه اذا جينا لهان مثل ما تشوفهم، هذه ظل ودي بعد ثلاثة من هاي، وبرضه هانا اللي تركت ورايا اتوقع انه هاي. اوكي، وبرضه في هانا كم شغلة مثل ما تشوفهم، وفي هانا برضه هاي. اوكي اوكي حلو، نحتاج بس ثلاثة من الزرقاء. هذول الشغلات بعدين نتعلم عليهم ان شاء الله بالحلقات الجاية. خليني بس ارجع حاليا اخذ اللي ظل ومن ثم نعود لكم. اوكي شباب، وصلنا حاليا لهانا، ولازم اصنع دفعة ثانية منهن. اوكي انا اتوقع اني حطيتن هانا. تمام، لازم اصنع دفعة ثانية منهن مشان يعني الموارد هاي تكون يعني بكثرة. اوكي راح اختم هانا، اتوقع اني انجزت بالحلقة هاي. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على الدعم. نختم مقطع وصلات عن النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.